لا لا انا ما اقدرش اقول اني حبيته. اصلي لسه بفكر في الحسن. بس هو بيحبني. عيني بتقول كده. ايه انت نمتي وانا بكلمك؟ اصحي اصحي وانا عايش معاه هنا على طول. مش انت مبسوطه معايا هنا؟ تفتكروا اما صباح هتخف؟ كنت عايشة أنا وأهلي في ليبيا لما الحرب قامت، قلنا ننزل على مصر، وإحنا في طريقنا لمصر الضرب اشتغل، بقينا عمالين نجري نستخبى يمين وشمال مش عارفين نروح فين. طلعت عصابة على أبويا وأخويا، قتلوهم ذبحوهم قدام عينيا، ما بقتش عارفة أعمل إيه بسبب إنهم كانوا طالبين فدية طالبين فلوس وأنا ما كانش معانا فلوس ندفعها. محتاجة الخروجة الحلوة دي ولو إن مش وقتها. والله اللي حصل ده يا زوزو لا كان على بال ولا على خاطر. معلش حقك عليا. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ وأنت ذنبك إيه يا محروس؟ ده قضى ربنا. الحمد لله طبعا. بس يعني إحنا ما كملناش شهر جواز. وأنت بدل ما تفرحي دخلتي في مستشفيات ودجالين ومتاهات مالهاش آخر. متقولش كده، أم صباح دي غالية عليا وخيرها مغرقني. إن كان يا سيدي على الجواز الأيام جاية كتير. ادعي بس ربنا يعافيها. يا رب يا زينب. يا رب. كله عشان رقصت لك. تشكر يا أخويا على الغدوة العسل دي. ده أنت كنت بتاكلي في آخر جالك. خمسة في عينك وأنت دافع حاجة من جيبك. إلا قولولي بقى. هي الفصحى خلصت كده؟ اه خلصت. هسيبكوا ساعتين زمن، هروح اقضي مصلحة واجيبها. سيبنا فين؟ في الشقة. شقة يا أنس؟ شقة يا جدع. أفخم شقة فيك يا اسكندرية. الله الله. ده صاحبك ده طلع تقيل قوي. ده لسه دافع ست ورقات بـ100 في الغدا. بتبنى ولا أي حد يقول الكلام ده؟ يا جدع سيبها تقول اللي هي عايزاه. أهو. يلا بينا على الشقة. هنروح للشقة. هو عم صلاح رد عليك؟ يا صلاح بقى بيكنسل عليا. يبقوا اكيد على وصول. ممكن. طب خش انت صحي الحاجة خليها تفوق. والنبي خليها، ده انا ما صدقت غمضت عينيها ساعتين. عشان بس ما تصحاش من الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا ستي، اتفضلي يا ستي. بيتك مطرحك، اتفضلي يا ستي. الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك يا اخويا. ده محروس اخويا الصغير. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاج. ايه يا زينب؟ ام صباح عاملة ايه؟ الحمد لله. انت اسمك زينب؟ اللهم صل على النبي، ده اسم بركة. على اسم ستنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب اخش انا اشوفها بعد اذنكم. مالك يا زينب؟ عرسان جداد. بس لسه ما لحقتوش تعرفوا بعض كويس. اتجوزتوا بسرعة قوي. اتعرفت هشرب ينسون ولا لي فحمتين بس خليهم يحمروا قوي. يحضر لك الخير يا عسلية. انت
اتفضلي يا ست الكل. بركاتك يا ست، اتفضلي. ايه اللي كسر يا زينب؟ 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 ايه اللي حصل يا زينب؟ 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 زينب 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 اللي حصل زينب باينني اغمى عليه اولني محروس. انت وقعت كده ازاي؟ تعالي معايا على مهلك يا زينب، حاسب الازاز على مهلك. ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ ها؟ ايه ده؟ مالك يا زينب؟ سيبني من اوله بس. مالك؟ انت ليه بتتنفضي كده يا زينب؟ يمكن عشان تخت، عشان ما اكلتش طول اليوم. وما اكلتيش ليه يا زينب؟ معلش يا محروس. ما تاكلي يا زينب. انا كويسه. طيب نروح لدكتور؟ اخرج انت لسه تبرعي. ما تولع الست يا زينب، انا مش هسيبك. ما ينفعش تسيبها ده لوحدها يا منصور. اخرج لها. يعني انت كويسة؟ انا كويسة والله، عشان خاطري اخرج. أنا غلطت. كانش ينفع أقتل الواد اللي كان خاطبها ده. أنا يا رب البيل اللي اغتصت في قعره ده. هو الكاس طلب معاك نكد ولا إيه؟ في إيه يا عم؟ إيه اللي فكرك بالكلام ده؟ ما تخلينا في الحلمة اللي إحنا فيها. هو صاحبك سابنا أساساً وراح فين؟ أختك هي السبب. عشان اتجوزتها. فهي سابتني وطفشت. اهو احنا اللي اتنيلنا بنيلة. عسلية هي اللي نفدت. يا ترى لو قابلت عسلية هتعاون معايا ازاي؟ يا خبتك يا راشد. بتفكر في ايه دلوقتي يا اخويا؟ فكر في نفسك. بتفكر في عسلية؟ طب عليا النعمة، انت لو خرجت دلوقتي وشافوك ليقفشوك ويشنقوك. يا ريت احسن. الحياة ما تلزش قوي يعني. تعرف يا فتون؟ ايه يا اخوي؟ انا عمري ما اتمنيت حاجة بجد وحصلت. عارفة. تلاقيك يا اخويا كان عليك ندر وانت صغير وما وفتوش. النبي انت ما عندكش دم. مساء الفل عليكم. انت اتأخرت ليه يا اخويا؟ معلش اتأخرت حبتين، كنت بجيب لك هدية يا رب تعجبك. هدية؟ هي مش موضة قوي بس لو اتلبست تحت الهدوم تقضي الغرض. حلوة يا اخويا. ايه رأيك؟ حلوة.
يا قوي يا قادر يا قاهر يا منتقم يا ظاهر، انصرني انصرني وقدرني على كل عدو من الجن والإنس. العون 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 العون، احضروا بينوا احضروا بينوا يا معاشر الأرواح الطاهرة الزكية، انزلوا على عمار هذا المكان بالطيبة والهيبة والوقار والسمع والطاعة. يا صاحب اللطف لطفك بينا، والسمع يا صاحب اللطف لطفك بينا، يا صاحب اللطف كرمك علينا يا صاحب اللطف. بارك الله فيكم وعليكم، بارك الله فيكم. ده مين؟ ديانتك ايه؟ عشيرتك ايه؟ وحدك؟ ايوه يعني قد ايه يعني؟ طب ليه اذيتها؟ ابعد لاذوك، تعال هنا صلاح، ابعد ابعد لاذوك. احمونا احمونا يا لطيف اللطف، احمونا يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف. اطلبينا في مكان يا لطيف اللطف، اطلبينا في مكان ربنا قدير، اطلبينا يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف. يعني انت يا انس حاضر اللي بيني وبين علي وخوفه عليها، وان انا عملت اللي عشان اجيبها جنبي تقوم تشيلها بودره؟ يا بني ادم افهم، مين اللي هيتجنن في دماغه ووقف ست زي القمر كده وقلعها دومه من الباب للطاوله؟ وبعدين كلها 3-4 ساعات وتوصل في السلامه وتقفش التلات بواكي. يعني انا هسافر لوحدي مش هركب معاك العربيه؟ صح. لا 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 لا، انا هلبس انا البتاع ده وقابلك في اي حته ادهولك. تقابلني فين يا عم؟ اتحط في مكانك. انت لو خطيت خطوة واحدة هتتقفش وتروح في داهية. اللي اقول لي بالصلاة على النبي، هي البتاعة دي فيها قد ايه؟ بص لي يا ست، الموديل ده فيه 40 جيب، كل جيب فيه كيس ب75 جرام، يعني انت هيبقى حضنك 3 كيلو حلاوة. 3 كيلو بودرة وعايز تديني 3000 جنيه؟ ليه؟ هو كيلو البودرة بكام؟ ما تزغرتي بالمرة وتجيب لنا البوليس. انا خايف عليك من المشوار ده. يا عم انت بتتكلم في ايه؟ بقول لك 3000 جنيه قليلين. ما قليلين الصراحه. طب ما اكلم صاحبك. بقول لك جنيه زياده، ده مبدا عندي. بعدين قوم البسيه وادعي انه يجي على قدك. يلا يا قمر. المكتفين اجداد قوي وغضبانين عشان وقعت على واحد فيهم. طب هنعمل ايه بقى في المصيبه السوداء دي؟ انا عندي اللي صالحنا عليهم، بس عقبال ما استدعيهم نتفق فيها كام يوم كده. غضبانين ايه ووقعت على حد؟ انا مش مصدق الكلام ده صلاح. ما احنا البني ادمين كده جهله، ما بنصدقش اللي بنشوفه بعنينا. طب يا ستي، عشان يحصل اللي انت بتقولي عليه ده ويتم الصلح مع الجماعه دول، ايه المطلوب؟ عايزه بخور بس غالي شويه، ب5000 جنيه. ليه؟ اقول لك عليه وجيبه انت ماشي، تديني فلوس واجيبه انا ماشي، اللي انت عاوزه. طب انا عندي حل كويس، ادي لحضرتك دلوقتي 3000 جنيه ولما يكمل المبلغ اكملهم لك الخمسه. تبقى تجيب انت البخور، دي حاجات غاليه وتمنها بيدفع مقدم، انا لسه ما اتكلمتش على اي فلوس ليا. خلاص يا حاج صلاح، اديني دقيقه اروح اجيب لك 5000 جنيه. انا هاجي معاك يا محروس. استني انت، بص على مراتك. هي ام صباح خير ان شاء الله. مبروك عليك الجوازة التانية يا عسلية. الصلاة على النبي، متفصل عليك بالمل بس تقيل وزي الدهية ومحدش يقدر يستحمله. قولي بقى والنبي يا اخويا، احكي لي المشوار واحدة واحدة كده. هو احنا هنحكي في المحكي؟ ما اكتبه لك في ورقة احسن. جرى ايه؟ فتون. لو مش هتقدري قوليلي. ليه شايفني غرقانة في عرقي ولا ركبي عمالة بتخبط في بعض؟ اديني نمرة الراجل بتاع رمسيس عشان مش معايا. هو اللي هيكلمك. طب ولما توصل مدينة السلام ايه اللي هيحصل؟
التاكسي هيوصلك لحد الشقة، هتطلعي دقيقتين تقلعي الجيلي وتنزلي، التاكسي هو هو هيجيبك للشقة عندي. شقتي دي اللي هتطلع تقلع فيها؟ اللي هتستلم منك اسمها سيدة فتون. أنا عايزك هادية وراسية، الحكومة عادي ممكن تطلع القطر ولا يهمك، أنت برنسيسة ومحجوز لك درجة أولى. فتون خلي بالك من نفسك يا أخويا. هو أنا رايح أحارب قطيعة بلا نيلة؟ سلام عليكم. سلام يا وحش. جرايا يا أنسي جدع راجل يعني. شيل حديد. أبو سيدك يا كوثر ما توضحنيش. خمار. بسم الله ما شاء الله. ايه الجبروت ده يا بنت؟ تتجوزي واحد وانت على ذمه الثاني؟ اسكتي يا كوثر اسكتي. انت هربتي لما راشد قتل الونش؟ اسكتي بقولك اسكتي. هسكت بس قولي لي، الناس دي دافيعه ومعاها فلوس؟ ما انت هتاخدي 5000 جنيه، عايزه ايه تاني؟ ال 5000 دول علاج سلفتك، اما علاجك انت بقى فمعايا انا ب 25000 جنيه يا حبيبتي. علاج ايه؟ علاج ايه؟ علاج الفضيحه اللي هعملها لك قصادنا سايبك الجداد يا عسليه. انا هجيب لك 25000 جنيه منين؟ من جهنم. انا مالي؟ انت مستني عليا اسبوعين بس، هضحك عليه باي كلام عشان اجيب لك المبلغ. اسبوع ولو ما جبتيش الفلوس يا حبيبه قلبي هقول له جوزك على المستخبي كله يا عسلية. لأول مرة أعرف إن في دخول بخمسة آلاف جنيه. يلا المهم توقف على رجليها بالسلامة. أيوة يا معلم أنسي. تليفونها اتقفل. يا معلم القطر وصل في ميعاده. أنا دخلت لحد رصيف وشفته. خليك في مكانك وما تتحركش. أكلمك تاني. سلام. البنت اتمسكت يا أنسي؟ اتمسكتش. أنا سامع المكالمة مع الواد. تليفونها هيتقفل أول ما وصلت المحطة، يعني الحكومة مسكتها. علي لما يخرج هيصلخ وشي. المرة دي طمعت في اللي شايلها يا راشد. مستحيل. فتون ما تعملش كده فيا. واحد الله كده. ايه مالك؟ اجيب لك ميه؟ لا ما تسيبنيش وانا بكلمك، خليك مؤدب. سيبوه يلا. ماشي يا علي. يلا بينا. تعال تعال. عادي عادي عادي، ده عشان لسه انت في الاول. عادي عادي، انا حاسس بيك، حاسس ان في حاجة خلقك من جوه، صح؟ ابلع حزنك، ابلع الحزن اللي انت فيه. واقول لك عيط، عيط براحتك بس من غير دموع. الدموع دي ما تبانش وما تنزلش. فاكر السجن اللي احنا فيه هو ده؟ السجن تسجن كل حاجة جواك، دموعك، حتى صوتك، أي حاجة وجعاك. ما يصحش تبان قليل في السجن، ما يصحش. ضعفك داري، قوتك وريها للناس، فاهم؟ فاهم؟ بس عارفة يا زينب، الست اللي اسمها كوثر دي خطيرة جدا والله. شفت عرفت ازاي ان احنا متجوزين جديد؟ ست عجيبة جدا. ولا شفت لما كانت بتتكلم مع الجماعة
اللي لابسينه ام صباح؟ لا 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 لا، الحكايه بجد. الست دي بتعرف صح ولا ايه؟ ممكن. مالك يا زينب؟ انت تعبانه؟ انا ممكن اقعد النهارده ما انزلش. لا لا، روح شوف وراك ايه. ده ربنا سبحانه وتعالى قال: وكل اعماله فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. طيب انا مش هغيب عموما، هدفع بس تامين العربيه وتاني جاي. انت هتروح لام صباح؟ انا هحضر الغدا الاول واروح لها. طيب. محروس. خد بالك من نفسك بقى. حاضر. انا عايزك انت اللي تاخدي بالك من نفسك. حبيبتي الحمد لله يا رب رزقتني بملكة جمال وعندها الإيمان ده كله في قلبها. طب أعمل إيه؟ أروح فين؟ ربنا يخليك ليا يا زوزو. يخليك يا محمد. أقولك معايا هريسة؟ حبيبتي يلا. شفتي؟ نسيت المفاتيح. انت اللي يبص في عينك انت نفسه. يلا حبيبتي، السلام عليكم. صباح الفل يا باشا. معلش اني بكلمك في البدري. ربنا يوسع عليك، ما يأمر عليك ظالم. بقولك يا باشا، مفيش شيلة جامدة كده عطرتوا فيها كام ساعة اللي فاتوا دول؟ ست ودي اتمسكت بيه. لا ترمضولي ايه؟ لا لا لا، مش هي. ماشي يا عمهم، صباحك رزق ان شاء الله. بس والنبي لو ظهر قدامك حوار زي اللي لغيتك عليه ده بقى لغيني. ماشي، احنا معادنا اول الشهر ان شاء الله. سلام يا عمو. الف سلامه. بقول لك يا عمو انسي، هو اللي انت كلمته ده بيخدم فين؟ في مكتب المكافحه ذات نفسه، سكة من اتنين يا راشد ملهمش تالت. البت دي طمعت في الحاجة وهي في القطر، الشيطان وزها وقالت تخلصها من لكن نفسها. السكة التانية تكون متفق مع البت دي وعايزين تأكلوني اللي ما يتاكلش. لا، وعهد الله اللي في دماغك ده ما حصل. ولو فتون هي اللي عملت كده يبقى ضربتنا على علينا احنا الاتنين. مش مصدقك بس ماشي. انت كده كده بتاعي لحد ما اتاكد انك ما بعتنيش للبنت دي. وهجيبها هجيبها هجيبها، كيس واحد من اللي معاها يطلع. ولما اجيبها هي اللي جابته لنفسها بقى، هعمل لها ايه؟ ماشي، انا مش هفكك غير لما ترجع. امرح، عايزك تبرطع. سلام يا برنس. منك لله يفتون، منك لله يفتون. ايوه
ايوه حاضر. اوف. صباح الخير. في هي الساعه كام؟ داخله على 10. وايه اللي جايبك يا فتون الساعه 10 الصبح؟ خير؟ ايه قله الذوق دي؟ هو انا كنت بايته في حضنك؟ طب والله العظيم انا ما نمت من امبارح. ما نمتيش من امبارح؟ طبعا. ما هي دي الشغلات اللي بتنيم الناس وش الصبح. طب بذمتك مش الشغل عند فاضل كان احسن وانضف؟ على الاقل اهو فنانه راحت، الفنانه جت، بدل الرجوع وش الصبح ومحدش عارف جايه منين. هي الامخاخ الوسخه اللي زيك دي هي اللي بتفكر كده. يا اخي انا كنت في قهوه في وسط البلد قاعده على كرسي خشب لحد ما عظمي نشف. ما عندكيش حاجه اصطبح بيها؟ هو انت ما عندكيش دم؟ اصطباحه ايه اللي يخلي واحده زيك تسيب بيتها وتروح تبات على كرسي في قهوه في وسط البلد؟ تصدقي وتامني بالله انا غلطانه، غلطانه اني اول ما فكرت اروح لحد جيت لك انت. ما انت عيله الا وهتودينا في داهيه. اوديكي في داهيه؟ واضح من كلامك انك عامله مصيبه. خير يا فتون؟ في ايه؟ هاتي من الاخر. اسكتي يا بنت، انا عملت غرزه شقاوه كده بس هتنقلني نقله تانيه خالص، بس هي محتاجه شويه تظبيط. هتعملي لي قهوه ولا لا؟ طبعا اعمل لك احلى قهوه يا حبيبتي من عينيا طبعا. والغرزه اللي حضرتك غرستيها وجايه بيها غرزه شمال؟ شمال الشمال. انا كان قلبي حاسس انك ما بيجيش من وراكي غير الغرز الشمال، بس خلي بالك يا فتون الشمال بتاعك بيجيب في رجليه البوليس اللي بيجرجرنا على الاسم ويبهدلنا. خلاص يا فتون وقولي كنت جايه وعايزه ايه. انطقي يا زفته. عايزه ايه؟ هو بعد اللي انت قلتيه ده انا هقول لك حاجه؟ ده انا هفكر اذا كنت احكي لك ولا ما احكيلكيش. اصل الموضوع ده عايز قلب جامد وحد ما بيهموش حاجه. وبعدين انت لا مؤاخذه يا غنوه يا اختي، مالكيش غير في الحنكره والبسباسه. لا يا حبيبتي، الشغل ده انت اللي تعرفيه. انا اخري اشرب كاسين واسكر. اوكي، اخد لي سجارتين فيري جود، وممكن اخرج واتبسط لي يومين، اعمل شوبينج حلو واتبسط، بس ما اخدش فلوس. حد الله ما بيني وبين الفلوس، والحكومه ما بتحاسبش حد على انه بيصاحب. انا عارفه انت بتبصي علي عشان خدت فلوس من فاضل ده لاني شغلتك عنده. مير يعني زي اي سمسار. يعني من الاخر كده انا عم على وش الفتة، انما غوص فيها نو. اوكي؟ تصدقي انت بوظتي الفتة على اللي بيحبوا الفتة. عندك حق، انت مالكيش في حاجة خالص. ايوه، ما ينفعش في ايه؟ ما تخلصي يا فتون وتجيبي اللي في بطنك بدل ما انت معلقه لي الطعم في الهوا كده. انجزي وقولي عايزه ايه. انا اتخطفت من 3 ايام. اتخطفتي؟ مين اللي خطفك؟ فيك ايه يا بت؟ انت جسمك مورم كده ليه؟ ما تنطق. لا ده انت دماغك بتدور فيها حاجات كتير قوي وغويطه لدرجه انك مش سامعاني اساسا. سامعاكي. امال في ايه؟ ما تنطقي. في ان انا كنت عايزه حد يفكر معايا. انا ما ينفعش اغلط، انا مش هتربى عليا الدنيا اكتر ما هي متطربقه. انا مش فاهمه حاجه يا فتون. ولا عمرك هتفهمي حاجه. مش مهم، لو حد سألك عليا أي حد، أنت ما شفتنيش يا أختي. آخر مرة شفتيني وما كنا في الاسم. ماشي، سلام.
سلام يا فتوم. زينب. زوزو. انت فين قطتي؟ حاجة زينب. زينب 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 زينب